أنا مستعد للمباهلة، بل وأتحدى علماء جميع طوائف المسلمين شيعة وسنة وعلماء النصارى واليهود بأني مرسل بالنسبة للمسلمين من المهدي عليه السلام، وبالنسبة للنصارى من عيسى عليه السلام، وبالنسبة لليهود من إيليا عليه السلام، ومستعد لمناظرة كل أصحاب كتاب بكتابهم، وأنا العبد المسكين الجاهل أعلم بالقرآن وبالإنجيل وبالتوراة وبمواضع التحذير فيها بما آتاني الله من علمه، بل لا طاقة لهم على رد ما آتاني الله من علمه، بل إني على يقين أن من طلب الحق منهم سيؤمن، وأما من أبى وكفر طلبا للدنيا العفنة فإني أباهله في نفس المجلس، ليحيا من يحيا على بينة ويموت من يموت على بينة، فمن قبلني بقبول الحق فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن ردني فقد رد الحق وخسر الدنيا والآخرة، وعما قليل ستعلمون أي ذنب اقترفتم وأي حرمة لله انتهكتم، ولا تحين ندم.